جهود وزارة الصحة في تكثيف التعاون الدولي لدعم القطاع الصحي في فلسطين. عقد اليوم المؤتمر الفلسطيني الإيطالي حول سرطان الثدي بحضور ممثل عن القنصل الإيطالي العام بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. يعتبر الجانب الإيطالي أكبر داعم للقطاع الصحي في فلسطين، واليوم بالفعل هذا المؤتمر في مجال السرطان حيث قدم الطليان حوالي 2 مليون يورو لدعم علاج سرطان الثدي للسيدات، وبالفعل سوف هنا نقلع لنكون على مصاف الدول ومن حيث انتهى الآخرين في مجال علاج سرطان الثدي الأكثر بين النساء من أمراض السرطان. وتستمر أعمال المؤتمر مدة يومين، سيقدم خلالها العديد من المحاضرات العلمية حول مجالات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج. ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من الأخصائيين في مجال علم الأورام والأشعة العلاجية والجراحة العامة من فلسطين وإيطاليا لهدف تبادل التجارب والخبرات. فكرة هذا المؤتمر الذي يتم تنسيقه مع الاتحاد الإيطالي أو التعاون الإيطالي حتى يتم تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة والأطباء العاملين على في المستشفيات المتطورة في العالم ككل. وحسب بيان لوزارة الصحة لهذا العام، فإن أمراض السرطان هي المسبب الثاني للوفاة في فلسطين خلال العام 2016، ويأتي سرطان الثدي في المرتبة الأولى من بين أنواعه الأخرى، حيث سجلت 388 حالة بسرطان الثدي بنسبة 15% من مجموع حالات السرطان التي تم الإبلاغ عنها في الضفة الغربية. لتلفزيون فلسطين، حياة حمدان، بيت لحم.